بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمكم النهاردة عن حاجة زي الكنز بالظبط. النهاردة الدولة موفرة شغل لأي حد عايز يشتغل، وبتدرب تدريب عالي جدا على حاجات أصلا كانت متوفرة غالية جدا. الحاجات دي ما أصبحتش غالية. يعني أنت عايز تتدرب على تطوير برامج، عايز تتدرب على مثلا على سوفت وير زي تطوره وزي تشتغل مع شركات برا مصر أو جوه مصر، الدولة بقت موفرة الموضوع ده، منزلة على تطبيق مهم جدا اسمه مهارة تك. ده زي الكنز بالظبط، هتشوفوه مع بعض دلوقتي وهشوف بيشتغل ازاي. هعرفكم باختصار عشان تعرفوا ايه الموضوع. بندخل على جوجل بنكتب مهارة تك بالعربي، تمام. بندخل على اول تايتل بيديهولنا، تمام، وبنبدا نشوف. انا طبعا عشان فتحت هنا قبل كده، وبيفتح لك على فكره دايما اخر صفحه. انا هاجي على الصفحه الرئيسيه وابدا هنا ادخلكم من اول صفحه خالص للصفحه الرئيسيه. اللي انت بتدخل بتعمل عمليه تسجيل زي ما انا بشاور كده بالماوس. عمليه التسجيل ده انت بتدخل تسجل فيها وبتبدا بقى تدخل. انا هوريكم بتدخل فين وبتعمل ايه عشان انت تختصر وقتك، عشان في تايتل فوق كتير والكلام ده. اول حاجه انت بتدخل عليها حاجه اسمها الكلمه المهنيه. على فكره انا قلبه عربي، لو انت عايز انجليزي يا صاحبي ممكن تفتح هنا اهو، بديك هنا عربي او انجليزي اللي انت عايزه. انا قلبه عربي عشان ايه اللي عايز ايه يشوف بسهوله. طب ايه يعني ليه ندخل على الكلمات يعني المهنيه، او ليه الجزء ده بندخل عليه ما بنخش على المسارات الالكترونيه؟ لسبب بسيط، لان هو هنا بيقول لك انت عايز تدخل على ايه، عايز تتعلم ايه، عايز تطور برامج، عايز تطور اندرويد، عايز تعمل عمليه مثلا ايه، تالف مثلا ابلكيشن تطبيقات في الاي او اس مثلا، عايز تعمل ديفلوبمنت مثلا الانترنت، انت عايز تعمل ايه. انت ممكن تكون انت نفسك مش عارف، او عندك مهاره في حاجه انت مش عارفها. فهو قال لك طيب انا هحضر لك محاضرات. المحاضرات دي موجوده فين؟ عندك في الكلمه المهنيه دي اللي بالعربي كده، ادخل عليها المحاضرات، اسمع عن كل حاجة واعرف عن كل حاجة، بعد كده ابدا اختار. هنبدا بقى نختار الحاجة اللي احنا يعني بعد ما نتفرج نقول لا انا بعد ما اتفرجت انا اخترت خلاص ايه مثلا ايه مثلا اختار مثلا ايه اخير التطوير مثلا ديفلوبمنت مثلا تطوير نظم مثلا، لا انا عايز اعمل تطوير برامج، لا ده انا عايز مثلا اقلب برامج مثلا iOS او على الاندرويد اعمل ابلكيشن مثلا. خلاص انت عرفت عايز تعمل كده، بندخل على المجال الثاني الجزء الثاني المسارات، نبدا بقى نختار الكورسات بقى الحقيقيه، ندخل على الكورس ونتعلم والكلام ده. الكورسات دي كانت غاليه جدا ولا زالت غاليه طبعا، في جزء منها ببلاش في جزء بفلوس. الجزء هنا اللي ببلاش الدوله موفراه، ده حاجه مهمه جدا والله، ومعمول باتقان عالي جدا. ومش كده بس، واللي بيخلص في ناس بتاخد مكافئات في الكلام ده كله. ده مش كده بس كمان، ده في حاجة أهم من ده كله، إنك أنت كمان بتبدأ لما بتطور من نفسك، بس لازم تكون عندك خبرة. وخلي بالك من الكلام ده، لأن في ناس شغالة كتير تقول لك سوق العمل مليان، لا مش مليان، مليان ناس ما عندهاش خبرة، مليان ناس خبرتها ضعيفة، مليان ناس يعني ما طوروش من نفسهم. وأنا هقول لكم على فكرة محدش يعرفها خالص، دي شفناها في الكلية عندنا في كلية الهندسة، تمام، إزاي تطور من نفسك ومن مهاراتك بعيد عن أي حد. هقول لكم على فكرة حلوة أوي في النهاية، بص معايا. أول حاجة بندخل هنا في كلمة مهنية، بنبدأ بقى نشوف هنا أنا عايز مثلا أنا عايز هنا إيه أنظمة مثلا أسماء مش عارف إيه، أنا عايز بناء مواهب رقمية، لا لا أنا مش عايز الكلام ده كله، أنا عايز مقدمة في الذكاء الاصطناعي. وعلى فكرة الانتليجنس اندستري ده اللي هو الذكاء الاصطناعي ده حاجة وهم قوي، ومرتبات عالية جدا. حتى من فترة كان واحدة طالعة بتتكلم بتقول إن أنا قاعدة في البيت وبشتغل ودخلي بقى عالي جدا فوق ال 2000 دولار في الشهر عن طريق الانتليجنس الذكاء الاصطناعي. وعلى فكرة تعليمها عادي جدا، وجامعة حكومة ودراسة حكومة. وبرضو على فكرة مش لازم تكون مهندس عشان تدرس الكلام ده، ومش لازم تكون معاك مؤهل عالي، ومش لازم، لازم تكون عندك حاجة واحدة بس، انك عايز تتعلم، انك عايز يا صاحبي تعرف اي حاجة انت عايزها. بتدخل مثلا هنا على الانتليجنس الذكاء الاصطناعي ده، تمام، بتبدأ بيقول لك محاضرة هنا، عايز اعرف بقى كل حاجة، اقعد اسمع بقى زي ما انت عايز. بعد ما تسمع الكلام ده كله بتيجي هنا بتعمل ايه، بترجع بقى هنا من اول وجديد وتبدا بقى تدخل. انا خلاص اخترت الذكاء الاصطناعي، هاجي بقى هنا في المسارات. المسارات دي يعني ايه كلمه مسارات الكترونيه؟ مسارات الكترونيه دي يعني الكورسات الحقيقيه، الكورس اللي هتدخل هتلاقيه، تمام. انت هتيجي هنا مثلا على ايه، مثلا اختبار مثلا وتوقيت جوده برمجيات، الكورس ده مثلا ثمنه كذا، انت مش هتدفع ده مجانا. طه في كورسات هنا مجانا في بفلوس، هنا معظمها هنا يكون مجانا، الدوره موفره طبعا. عندك تصميم دوائر الكترونيه متكامله، دي طبعا خاصه، ده حاجات خاصه
خاصه بطلبه مثلا هندسه كهرباء والكلام ده، لكن طبعا ده في حاجات هنا عاديه جدا، يعني مثلا تطوير البرامج مثلا الويب مثلا الاماميه بتدخل هنا الكورس اصلا ثمنه كام مثلا 2000 جنيه، انت بتدخل بتاخده مجانا، بتدخل هنا اول كورس اهو بيقول لك بيديك انتروداكشن، بيديك مقدمه هنا، بيبدا بقى يشرح لك، انت بتقعد بقى تسمع الكلام ده كله، ادي اول محاضره ومجانا، المحاضره الثانيه ومجانا، كورس مجانا، انت بتدرس الكلام ده كله مجانا، وبعد ما تدرس الكلام ده كله انت بيبقى عندك الخبره المبدئيه اللي ترشحك انك تشتغل، تمام؟ بيقول لك هنا مش عارف تعلم السي اس اس والاتش تي ام ال، HTML دي قديم الازل وهي معانا، تمام؟ لغه مثلا الجافا سكريبت، بصوا بقى معايا الجافا سكريبت دي يا جماعه من ايام الجامعه من سنين طويله جدا وهي واخده رقم واحد، وكل سنه بدخل اشوف ترتيبها بلاقي جافا بالذات وخصوصا في النت يعني بصراحه يعني واخده ترتيب حلو قوي يعني، فانا مش عارف في حاجات يعني متطوره عنها وكويسه بس هي ليها جمهور كده معين وليها يعني جمهور عمال يطلع عايزها دايما. حلو كلام. انا مش برشح الكورس على فكره ولا حاجه، بلاش اخرج منه عشان يتقال اني برشحه، انا ما برشحش كورس معين، اي حاجه يا صاحبي انت عايزها موجوده، بتبدا بقى تدخل هنا وبتبدا تشوف انت عايز تتعلم ايه. بقيه الحاجات اللي موجوده اللي هنا اللي هي محتوى شركاه ومعادله الكلام ده كله دي حاجات ما مش مهمه قوي، انا قلت لكم على الجزئين المهمين بس، وعايز اقلب عربي او انجليزي قلت لك من هنا، وعايز اقول لك على حاجه مهمه بقى اللي قلت لك هقولها لك في اخر الشرح، ازاي بتطور ويعني من نفسك وازاي بتثقل خبرتك، لان سوق العمل اي سوق عمل هتلاقي فيه ناس كتير، لا السوق ده في ناس قليله، مين الناس القليله؟ الناس اللي مطلوبه هي اللي قليله، يعني هتلاقي في 100 واحد، مين اللي مطلوب منهم؟ 20. فيجي يقول لك السوق ده في ناس قليله جدا، واحد تاني يجي يرد يقول لك ايه يا عم اللي بتقوله دوت، ده السوق مليان، ده السوق ده انا اهو في السوق ومش لاقي ومش عارف ايه، ما انت خبرتك قليله عشان ما حدش عايزك، ما انت اللي ضعف نفسك، ازاي الموضوع ده؟ ازاي بقى بتعلم نفسك وبتعلم خبرتك؟ لازم تعمل مشاريع عمل مع نفسك، يعني انت مثلا عايز مثلا تعمل ايه؟ انت هتقول مثلا انا عايز اعمل ابلكيشن مثلا للاندرويد مثلا او الاي او اس مثلا، طب تعالى الاندرويد واعمل ابلكيشن انت، يعني قول عشان الشركات لما تطلبني وتقول لي تعالى اشتغل وكده اروح اشتغل، يبقى انت لازم تقعد تعمل مع نفسك انت وتعمل الابلكيشن وتطوره وتشوفه الغلط اللي فيه وتبدا تشوف اخطائك ايه وتبدا تصلحها وتبدا تتدرب تاني، وادي نفسك اوامر وشوف وقول مثلا شوف ناس عملوا مثلا ابلكيشن حاجه معانا وانت روح اعمله انت كمان، بس انت مش هتنزله يعني على جوجل بلاي ولا حاجه، انت كل انت بتعمله كتدريب لك انت، شوف هيطلع زي ما هم عاملين ولا لا، انت لازم تدرب نفسك بنفسك، شوف مشاريع عمل واعملها، دي اللي كنا بنعملها حتى في الكليه عشان نثقل موهبتنا. زمان اللي عملوا كده لما كانوا بيطلبوا في سوق العمل كان يجوا يقولوا لهم انتوا جبتوا الخبره دي منين؟ ده انتوا لسه متخرجين، عشان هم بقى لهم كام شهر كانوا عاملين يدربوا في نفسهم واسنان مشاريع وحاجات زي كده. فدي نقطه مهمه جدا عايز اقولها لكم في نهايه الشرح، فعشان كده اللي عايز يستفيد من الكنز ده يا ريت الكل يستفيد منه لانه فعلا ممتاز جدا. وانا خلصت الشرح، واي حد ليه اي سؤال ممكن في التعليقات انا تحت امركم، وشكرا ليكم وربنا يوفقكم، ويا ريت الموضوع ده بالذات عشان في شباب جدا محتاجين شغل، شباب محتاجين شغل وقاعدين وما يعرفوش حاجه عن الموضوع دوت، والحاجات دي اصلا غاليه اصلا اللي بيروح يدرسها بره، فيا ريت تشيروا عشان ناس كتير حتى اللي يقول لك انا مش مسم شايل لغيرك، عشان غيرك اصلا ممكن يكون ايه محتاج حاجه زي كده. شكرا ليكم وربنا يوفقكم.